ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها تيم. بكل بساطة بيقول لك انت عندك تيم مكون من 3 بيرسون، من 3 افراد، تمام؟ وهيديك مجموعة من الاسئلة، عاوز يعرف كم سؤال تجاوب بحيث ان يكون اقل عدد من البيرسون اللي في التيم ده جاوب، اقل عدد منه 2 جاوبوا على السؤال ده. برضو مش فاهمين او مش واضحة؟ هنا في التست كيس ديت اداك 3 اسئلة، احنا قلنا التيم مكون من 3 افراد، فهو اداك ده عدد الاسئلة، تمام؟ فالسؤال الاول والثاني والثالث، لو البيرسون جاوب اذا احنا هنرمز له بالترو اللي هي ال1، ولو ما جاوبش احنا هنرمز له بالفولس اللي هي الزيرو. طب هنا اول واحد جاوب على السؤال الاول، والثاني واحد جاوب على السؤال الاول، وثالث واحد ما جاوبش على السؤال الاول، اذا هنا اثنين جاوبوا، اذا السؤال ده اتجاوب عليه، اذا السؤال ده معايا، تمام؟ لان في اثنين جاوبوا، احنا قلنا اقل حاجه يجاوب على السؤال 2 بيرسون، تمام؟ جينا هنا في اللاين الثاني كله جاوب على الاسئله، اذا معايا لان هم اثنين او اكتر فمعايا. هنا واحد بس اللي جاوب، اذا الواحد بس مش اثنين، اذا السؤال ده مش معايا، اذا الانسر اثنين. في التست كيس الثانيه اداك سؤالين، اللاين الاول ده السؤال الاول وده السؤال الثاني، هنا واحد بس من التيم اللي جاوب وهنا اثنين بس من التيم اللي جاوبهم، اذا هيبقى 1 لان احنا عاوزين اقل حاجه يكون 2 بيرسون جاوبهم على السؤال. لما نيجي نفكر في المساله دي هنفكر فيها ازاي، ركزوا بس معايا شويه هشرحها هنا وبعدين لما نروح للكود هتوضح اكتر. انا هعمل فور السايز بتاعها ايكوال عدد الكويشن اللي اليوزر هيدخلها لي، هيلف بعدد الكويشن اللي اليوزر هيدخلها لي، تمام؟ وهعمل فور ثانيه تلف على تلف على ايه؟ على اللاين، لاين هنا ولاين من هنا ولاين هنا، وهجمع، هعمل فاريبل اجمع فيه كل سطر مع بعضه. والله لو السطر ده مجموعه اكبر من او يساوي الاثنين، اذا في اكتر من اثنين جاوبوا عليه او اثنين. ليه؟ لان انا جمعت واحد وواحد وزيرو كده اثنين، فاثنين انا عاوز اقل حاجه اثنين، فانا هتشيك، هعمل تشيك اف الفاريبل اللي انا خزنت فيه مجموع اللاين ده اكبر من او يساوي الاثنين، اذا السؤال ده معايا. حاجه بقى، في حاجه في الثاني، الثلاثه هل دول مجموعهم ثلاثه، هل الثلاثه اكبر من او يساوي الاثنين؟ اه تمام، يبقى معايا. هنا واحد بس اللي جاوب، الواحد اصغر من الاثنين، اذا السؤال ده مش معايا وهطبع الانسر. لو جينا نشوف الكود بتاعنا، هنا في الكود بتاعي انا عملت السكانر بتاعي، تمام؟ واخدت عدد الكوتشن من اليوزر، تمام؟ هعمل فور انت اي ايكوال 0، اي اقل من النم كوتشن اي بلس بلس، كده انا حلف على الثلاثه لاين بتوعي اللي هم الثري كوشن بتوعي، تمام؟ هعمل فور ثانيه، انا كده هنا لفيت على ايه؟ لحظه ناخده ديت عشان نشرح عليها. هنا انا لفيت على اللاين لاين، تمام؟ دي اول فور، عاوز الف، تمام؟ عاوز الف على ايه؟ على اليمنت اليمنت، فاهمني؟ تمام جي. تمام كده، انا هعمل فور انت اكس ايكوال 0، اكس اقل من عدد الافراد كام؟ عدد الافراد عدد ثابت، يبقى اقل من 3 اللي هم عدد الافراد اللي في التيم، وهعمل اكس بلس بلس. المفروض هنا انا بعد ما عملت الفور اللي بتلف على اللاين لاين هستقبل اليمنت اليمنت عشان اعرف ده جاوب ولا ما جاوبش، فانا هعمل فور ثانيه انت اكس ايكوال 0، اكس اقل من 3 واكس بلس بلس، تمام؟ وهعمل انت انسر equal scanner dot next end، تمام؟ وهعمل هنا variable end total مثلا equal 0، تمام؟ وهعمل total زائد equal الانسر بتاعي. وبعد ما يطبع كده، قصدي بعد ما يجمع كده هيجمع ايه؟ كده هيجمع لاين لاين. بعد ما يجمع لاين لاين عاوز اعمل اف هنا، اف والله لو التوتال بتاعتي اكبر من او تساوي الاثنين، الكاونتر لو تقول بلس بلس هعرفه فوق، ايكوال 0 نشيل فاليو 0، وفي الاخر هطبع الكاونتر بتاعي، تمام؟ لو جينا نخدم اي تيست كيس، ناخد الاغنيه مثلا، عملنا ران فينا ايرور، سيمي كولون،
تمام، عملت بيست طلع لي 2 اللي هي 2. هاخد تيست كيس التانية واعمل ران، طلع لي 1 اللي هي 1. لو خدت الكود بتاعي وعملت له سبميت هعمل بس لوجن الاول، معلش ايه في خطأ، النت مش حلو خالص. تمام، هعمل سبميت كود واختار البروبلم تيم واعمل سبميت، هجيب لي اكسبتد. يا رب يا جماعه يكون الفيديو واضح، واتمنى لو في اي حاجه مش واضحه ممكن تتواصل معايا تحت في الديسكربشن، هسيب لك الفيسبوك بتاعي، واتمنى يكون في استفاده في الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.